الرئيس السيسي يؤكد أن عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطنية. وسط هدنة إنسانية، دول العالم تواصل عمليات إجلاء رعاياها من السودان. بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والحزب الجمهوري يتهمه بالانفصالي عن الواقع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. هو يوم خالد مجيد من أيام الوطنية المصرية، يجدد ذكرى المجد والعزة والكرامة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن تراب وطننا الغالي وحماية ركائز أمننا القومي. تحرير سيناء يجسد معنى سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها وترابها، أنه أمر لا يقبل التهاون، من أجله تهون التضحيات والعطاء والفداء. نسترجع هذه الذكرى المجيدة التي تمثل منبعاً لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. إن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام، السعي للتقدم وللزهو. سيظل هذا اليوم عيداً لكل المصريين، وتخليداً لذكرى النصر والسلام القائم على الحق. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة والكاملة على ترابها الوطني. وفي تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الرئيس السيسي التحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائه البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، وللقوات المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته. كما توجه الرئيس السيسي بتحية الفخر والإجلال لرئيس الراحل أنور السادات الذي جسد بقراري الحرب والسلام قيم مصر الراسخة للأبد التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء الغالية عنوان لتاريخ طويل من الكفاح للشعب المصري العظيم. وخلال كلمته بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يوم 25 من إبريل من كل عام سيبقى يوما مشهودا في عمر أمتنا المصرية، يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة. إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله. الأخوة والأخوات، سيبقى يوم 25 من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا، يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة، مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية، وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط
والتنفيذ. وفي كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء توجه الرئيس السيسي بتحية تقدير وإجلال إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام. إن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لثلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ. في هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام، الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة وفي أحلك الأيام ظلمة. وفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية. وأكد الرئيس السيسي أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء. في هذا الإطار شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد يتم الالتزام به ويتواصل العمل من أجل تعزيزه. إن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء. شعب مصر العظيم، إن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته. وامتدادا لذلك، فإننا شرعنا في معركة تنمية سيناء التي تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعا في سيناء وفي كل بقعة على امتداد الوطن. سينا، أرض الرسالات والديانات، أرض الفيروز، كلها خيرات وكنوز ارتوت بدم ولادنا. يوم النصر والفرحة عمت كل مصر. يوم 25 إبريل، يوم ما ترفع على أرضها من تاني علم. الخامس والعشرون من إبريل عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة.
إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد، سلام سلاح. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة. ولمزيد من التفاصيل عن الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء 41 ينضم إلينا من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، انقل لنا الصورة الاحتفالية لديك. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من العريش، من أرض الفيروز، يعني رصدنا منذ صباح اليوم احتفالية شمال سيناء وتحديدا العريش بالذكرى 41 لتحرير سيناء. بدأت بوضع إكليل الزهور بمشاركة لواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء. وضعوا إكليل الزهور عند قبر الجندي المجهول بجانب مبنى المحافظة. تلاها بعد ذلك حركة من الأهالي احتفالا بهذا اليوم. هذه الحركة شملت ماراثون رياضي للشباب وأطفال مراكز الشباب بمدينة العريش. ثم بعد ذلك تم ربط فكرة عيد تحرير سيناء لا يقتصر الآن على فقط الاحتفالات المختلفة أو الاحتفالات الفلكلورية، ولكن أيضا تم ربطها بالتنمية، التحرير ثم التنمية، وخصوصا بعد الأوقات الصعبة التي مرت بها مدينة العريش. الآن عادت إلى طبيعتها مرة أخرى وبدأت الخدمات المختلفة والتنمية المختلفة في معظم القطاعات داخل مدينة العريش. فبدأ اليوم بافتتاح عدد من المشروعات خاص بالقطاع التعليمي، عدد مدرستين تجريبتين تجريبية داخل مدينة العريش وتحديدا في الريسة. وأشاد أهالي هذه المنطقة بهذه المدرسة وأهميتها في هذه النقطة أو هذا المكان تحديدا. ثم بعد ذلك تم أيضا تكريم وتخريج بعض يعني العاملين الممرضين والممرضات أو تحديدا الممرضات داخل أيضا مدينة العريش بعد دورات تدريبية في ليصبحوا قابلات. القابلات هم المسؤولين عن توليد النساء، لذلك هي تنمية بشكل عام في جميع القطاعات سواء صحية أو حتى تعليمية. لا يقتصر الاحتفال أيضا على يوم واحد فقط، بل يستمر على مدار عدة أيام، حيث اليوم إكليل الزهور وبعض الافتتاحات. غدا سيكون هناك أيضا افتتاحات أخرى، ولكن الأهم غدا هو
هو مبادرة حياة كريمة التي ستشمل قرية الروضة. وسنشاهد غدا وسنتابع بالطبع ماذا يحدث داخل قرية الروضة وما هي القطاعات التي تم تنميتها داخل مدينة قرية الروضة. هذه نقطة. أيضا سيكون هناك يعني احتفالية خاصة بحضور عدد كبير من الوزراء ولكن خاصة بافتتاحات أخرى بمراكز شباب داخل مدينة العريش. ستكون هناك تنمية رياضية وسيليها بعد ذلك أيضا تنمية ثقافية عن طريق حفلات مختلفة عن يعني تضحيات الجنود المصريين وأيضا تضحيات الشعب المصري في حرب أكتوبر المجيد، وهي أيضا فعاليات ثقافية داخل قصور ثقافة العريش. وبعد ذلك سيكون هناك فهي أجواء محببة إلى قلوبنا. الهجن التي يشارك بها العديد من القبائل. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من العريش من سيناء الحبيبة. رفضنا الهزيمة ورفضنا الخوف وقررنا نحارب رغم كل الظروف. وانتصر جيش مصر وانتصر شعب مصر ورجعت سينا لينا ورفرف علمها من تاني وبإيد بتبني وإيد شايلة السلاح. سينا النهاردة بتحكي قصة نجاح. الخامس والعشرون من إبريل عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن الاحتفال اليوم بعيد تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل، وذلك في تحرير سيناء المقدسة وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها. عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت السيدة انتصار السيسي تحية فخر وإجلال لشعب عظيم قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها. سينا أرض أجدادنا وماضينا، بإصرارنا ودمنا سطرنا تاريخك بإيدينا. وحلفنا يا سينا لنشيلك في عنينا. هنبنيك ونعمرك والتاريخ شاهد علينا. الخامس والعشرون من إبريل عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء. صرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم وسيجتمع الأربعاء ليستكملوا تجهيزات بدء الحوار المقرر انطلاقه يوم 3 مايو القادم. وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة. وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد على ضروريته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولوياته في العمل الوطني وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على إنجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم. للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. سيد جمال، بعد التحية، بعد توقف لأيام يعود الحوار الوطني من جديد ليمارس مهامه المنوط بها، ولكن في ظل أزمة طرأت وحلت على الوطن العربي وهي الأزمة في السودان الشقيق. ما الموضوع على جدول عمل الحوار الوطني وما المأمول أن يحقق في الجلسات القادمة؟ خليني أقول لحضرتك مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة هو الحوار وجلسات مجلس الأمناء لم تتوقف، هي في انعقاد دائم
ولكن مع اقتراب موعد المقترح 3 مايو المقبل لانطلاق الجلسات الرئاسية للحوار الوطني، تابعنا بيان السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وجلسة غدا ستضع اللمسات النهائية حول الأسماء التي سيتم التوافق عليها، وما تبقى من أسماء تتعلق بالأحزاب التي لم ترسل من قبل. الأمانة الفنية غدا ستتلقى الأسماء من هذه الأحزاب التي تأخرت في إرسال مرشحيها للمشاركة في الجلسات الرئيسية. نحن أمام يعني حوار هام ومهم ومبادرة تاريخية هي الأولى في تاريخ مصر الحديث. غدا سنكون الجلسة رقم 23 منذ إطلاق المبادرة. كل جلسة كانت تستغرق من 8 إلى 10 ساعات. لدينا يعني 19 لجنة في حوالي 119 قضية ويزيد عن ذلك، وملفات مهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. أهم الملفات والقضايا المطروحة على جدول النقاش سيد جمال، يعني في كل نتحدث عن قضايا اقتصادية، نتحدث عن قضايا سياسية، نتحدث عن قضايا مجتمعية. يعني لو تحدثنا في المحور السياسي نجد يعني قضايا مهمة تشغل بال الرأي العام مثل الإشراف القضائي، وتابعنا خلال الأيام الماضية المقترح الذي قدمه مجلس الأمناء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استجاب خلال ساعات قليلة في اليوم التالي للجلسة مباشرة خلال 24 ساعة، وأحال الاقتراح إلى المسؤولين لمناقشته والوصول إلى الشكل التشريعي والقانوني المناسب له، خاصة أنه يعني الإشراف القضائي الكامل كان وفقا لدستور 18 يناير 2014 كان المادة كان محور للنقاش في الجلسات الماضية الإشراف القضائي، لكن الحوار الوطني وجلساته سيد جمال حقق الكثير من التقارب في وجهات النظر بين الأحزاب وبين المتفاعلين والشركاء في الحوار الوطني من البداية وحتى الآن. ما الذي تحقق فعليا على أرض الواقع حتى الآن؟ يعني ما تحقق هو شيء مهم وكبير جدا، يعني وضع أرضية صلبة وقوية أسس لها مجلس الأمناء من خلال مناقشاته التي تضم كافة الأعضاء من كافة الأطياف السياسية، أرضية صلبة تتعلق بالتقارب في وجهات النظر بين الأحزاب والقوى السياسية يعني المختلفة المعارضة والمؤيدة وغيرها، وهذا لم يكن موجودا من قبل. وبالتالي وصول هذه النتيجة ووصول إلى مجلس الأمناء إلى تأسيس أرضية يمكن الانطلاق منها والبناء عليها الأهداف الوطنية للدولة المصرية ومصلحة المواطن، هذا مكسب كبير جدا. ربما الجزء الصعب هو الذي يعني مر خلال 23 جلسة الماضية، والتوصل لبدء انطلاق الحوار هو رسالة واضحة جدا عنوانها التوافق بين القوى السياسية حول الموضوعات الرئيسية، خاصة أنه منذ اللحظة الأولى لا توجد خطوط حمراء حول أي قضية والنقاش مفتوح. وهذا ما وضح جليا في الجلسات الماضية 23. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني السيد جمال الكشكي، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. بعد تحية فندم، يعني مع انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو القادم، ما هي أهم العناصر التي ستتم مناقشتها في أجندة الجلسة؟ يعني أعتقد أنه الحوار الوطني، إحنا بالفعل الحوار الوطني مقسم لثلاث محاور رئيسية، اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولكن بطبيعة الحال يعني قد يكون المهم للمواطن المصري بشكل كبير جدا المحور الاقتصادي بالذات في ظل الأوضاع الحالية، لكن إحنا دائما كسياسيين بنرى أنه بداية حل المشاكل الاقتصادية هي في الأساس سياسة، وبالتالي ما يتعلق بالمحور السياسي والمحور المجتمعي لا يقلون أهمية على المحور الاقتصادي. إحنا بنتكلم على أكثر من 19 لجنة فرعية، أكثر من 113 قضية هيتم مناقشتهم، وبالتالي ده مفترض أن يخرج منه أجندة وطنية هتقول فيها المعارضة وجهة نظرها، وهتقول فيها
الاغلبيه وجهه نظرها، الحاجات اللي هيتم التوافق عليها افترض انها تطلع لرئيس الجمهوريه لاتخاذ قرار بشانها، والحاجات اللي هيحصل خلافات عليها هتطلع برضه وجهتين النظر لسيد رئيس الجمهوريه لاختيار اللازم وعمل ما تراه القياده السياسيه في هذا الوقت. وبالتالي بشكل رئيسي احنا نقدر نقول انه دي تاسيس من وجهه نظرنا لمرحله جديده، مرحله يمكن نقول عليها ان احنا بنتفق فيها على الاساسيات التي يمكن بها الانطلاق لمرحله جديده اسسها الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي كلنا بنحلم بها، واللي استخدم الرئيس مرادفاتها في الاعلان على الحوار الوطني في رمضان الماضي. اشكرك شكرا جزيلا النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناسبة عيد الفطر المبارك، وصلت وزارة الداخلية احتفالاتها مع شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وتم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات لتوزيع الهدايا على نزلاء هذه الأماكن لترسيخ قيم التعاون والمساعدة لديهم. نتابع. استمرارا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية التي غرست فيهم قيم الولاء والانتماء والمحبة والتسامح، فقد حرصت الوزارة على اصطحابهم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في رفع روح المرضى المعنوية. لما تشوف أفضل حزين يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا بلد الأنهار. قد إيه هم شكلهم النهاردة والثقافة بتاعتهم، أنا شايف الثقافة بتاعتهم مختلفة، وإن هم مجرد إن هم جايين عشان يساعدوا الأطفال هنا اللي هم ممكن يكونوا أقل حظ منهم، وإن هم يعرفوا إن هم يحمدوا ربنا على اللي هم فيه. بتقول دايما تحيا مصر. وقد استلم الشباب صناديق ادخار كنوات أولى لمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال، فقد رسخت المبادرة في نفوسهم كيفية عمل الخير والمشاركة المجتمعية. كنا بنوزع الهدايا على الأطفال وكنا فرحانين بجد عشان احنا فرحناهم وكده، وده اللي بيتعلموه لنا دايما المبادرة دي. بشكر المبادرة اللي هي جابتنا مستشفى 57357، وتعلمنا حاجات كتير جدا زي ان احنا نساعد بعض ونعمل الخير. بنشكر وزارة الداخلية على الزيارة الجميلة اللي عملوها للأطفال النهاردة، ودايما كده إن شاء الله تتكرر يعني، وربنا يجزيكم خير. الزيارة النهاردة كانت كويسة جدا وبتبسط الأطفال وبترفع من روحهم المعنوية. كنا سنة طيبين، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي جابت لي اللعب ده كله، وشكرا للضباط اللي هم بيجيبوا لي اللعب كله وفرحوني قوي النهاردة. وتوجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار المبادرة إلى نزلاء دور رعاية الأيتام والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع ملابس العيد على نزلاء هذه الدور من الأطفال، ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم، وتم توزيع هدايا عليهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل مساهمتهم الإيجابية في المجتمع. مش متخيلين فرحة الأولاد بدخلة الضباط والطلاب جيل جديد معانا، إن هم وزعوا عليهم الهدايا ومبسوطين جدا بيهم ولعبوا معاهم وفرحوا معاهم. فرحوا الأولاد جدا وشرفونا، ويا رب دايما يشرفونا دايما في العيد وكل الأعياد، وبنشكر طبعا كل الناس اللي ساهمت في حاجة زي كده. الضباط جم قعدوا معانا واحنا كنا مبسوطين بيهم جدا، وجابوا لنا هدايا واحنا فرجناهم معايا، احنا كنا بنعملوا على الشغل بتاعنا.
وبنشكر سيادة الرئيس على مبادئ الجميع. كل سنة وانتم طيبين وعيش سعيد. مبسوطة جدا جدا ان انا جيت النهاردة وزرت اخواتي في الدار، واتمنى ان ربنا يشفيهم. احنا النهاردة جينا دار الايتام وبجد احس ان هو عيد مختلف عشان انا فرحت اخواتي، والمبادرة علمتني ان انا ازاي اعمل خير مع اخواتي. مبسوطة جدا بصراحة، والاحساس اللي انا حاساه يعني بصراحة مبسوطة قوي، اول مرة اعمل خير زي دوت. النقلة الإيجابية في ثقافة هؤلاء الشباب بدت واضحة في تفاعلهم مع نزلاء دور رعاية المسنين، حيث أتاحت لهم مبادرة جيل جديد زيارة هذه الدور وتقديم هدايا لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك. مبادرة جميلة جدا وإنسانية جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لدار المسنين، ودي حاجة يعني سابقة حلوة ومبادرة جميلة. صراحة الزيارات دي بتغير المسنين خالص، بيبقوا مبسوطين جدا. نشكر وزارة الداخلية طبعا وسيد الرئيس ان هو على طول بيجونا في كل المناسبات. مبادرة جيدة جدا، ويعني دعم وتوافق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ففعلا يعني بنشكركم وبنشكر على كل اللي انتوا بتعملوه لينا. المبادرة دي يعني مش عايزة أقول لحضرتك إن دي كان لازم نعملها من سنين، ولكن يعني نتمنى إن كل الأطفال دي تطلع نشأ صح. إحنا عايزين كل أولادنا يبقوا على أعلى مستوى من كل حاجة، من أخلاق، من تعليم، من أدب، من يعني كل حاجة توقفهم على رجليهم رجالة وستات محترمين. لما تشوف أبطال حنفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا وصير الدين. أنا جاي النهاردة عشان أزور دار المسنين وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وأحتفل معهم بالعيد. أنا فرحانة النهاردة إن أنا جيت مدار المسنين وبحتفل معهم بعيد الفطر، وبشكر مبادرة كلنا واحد ان هي ادتنا الفرصة دي ان احنا نيجي. مبادرة كلنا واحد علمتنا الانتماء والولاء والخير وازاي نساعد بعض. لبلدنا بالأعمار لما تشوف أفضل حزين يحمو يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر. شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من الأسمرات إلى معن وأهالينا، وصولاً إلى بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة جيل جديد، أصبحوا أكثر مساهمة اجتماعية بعد أن ساهمت المبادرة في بناء قدراتهم الثقافية والوطنية ليكونوا بحق أجيال جديدة قادرة على بناء وطنهم. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد جيل جديد، وهي تسعى من خلالها إلى غرس قيم الولاء والانتماء والمحبة وروح المساعدة لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وهو ما يتجلى في مشاركتهم المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور رعاية الأيتام الاحتفال بعيد الفطر المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال لقاء أجراه التلفزيون المصري، أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن. وأشاد المواطنون بالدور الكبير للسفارة المصرية بالخرطوم في عملية إعادتهم لأرض الوطن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. كله تمام، صحتك كويسة الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. إيه الأخبار؟ يعني احكوا لنا تفاصيل العودة كانت عاملة إزاي؟ والله الحمد لله العودة كان تابعنا مع القنصلية وخلصت خلال 24 ساعة الحمد لله، يعني على طول كان أخذوا أسامينا امبارح المغرب، والساعة 10 الصبح كنا موجودين في المطار إن احنا نخلص الإجراءات بتاعت السفر، والطيارة حضرت المطار الساعة 1. ركبنا على طول والحمد لله، يعني ادينا وصلنا بالسلامه الحمد لله. السلامه، ما كانش في اي مشاكل؟ لا ما كانش في مشاكل، الاجلاء تم بسهوله خالص والدنيا كانت تمام.
انتوا برضو في بور السودان مع زميلكم محمد في نفس السكن؟ نفس السكن. كنتوا بتتواصلوا؟ السكن جامعي اصلا. سكن جامعي. سكن جامعي. بتتواصلوا مع بعض باستمرار انتوا كطلبه مصريين في الخارج؟ احنا معظمنا في السودان كلنا على جروبات مع بعض، فكلنا عارفين معظم المعلومات عن بعضنا. تمام. بلغوك ان انتوا هتيجوا مصر امتى؟ هو اللي كان فيه كلام ان فيه اجلاء على كذا مرحله بس ما كانش اتحدد لها معادي، فهو السفير سياده الكونسل امبارح بعت لنا على الجروب ان في اخلاء يوم الاثنين النهارده، فخلال 24 ساعه تم الاخلاء وتمام الدنيا. طيب عظيم. كل زمايلك وصلوا بالسلام؟ الحمد لله. لسه في اللي هي الدفعات اللي جايه من الخرطوم لسه، بس دوت كان تواصلنا مع الكونسل برضه، انا كنت متواصل مع الكونسل استاذ سامح، قال هيبقى في طيران تاني اجلاء، يعني في مراحل اجلاء اخرى يعني. الاوضاع كانت صعبه جدا، يعني الحمد لله احنا كنا بنتعرض لصعوبات كثيره، لكن بتوجيهات فخامه الرئيس فتح السيسي وبوجود خليه من العمل الكبير من جهاز المخابرات العامه والامانه العامه لوزاره الدفاع ووزاره الخارجيه ووزاره الري، تم تكوين اداره ازمات، مجموعه من اداره الازمات لبحث المشكله وحلها، وبالفعل وصلوا لنا الحمد لله، وكان في متابعه دايمه وتنسيق دائم مع القنصل هناك ومع السفير هناك، والحمد لله وصلوا الينا. احنا كنا في منطقه صعبه جدا، كنا تحت الضرب، كنا ما بين خط النار، ما بين الجهتين اللي بينهم بعض حرب ضاريه يعني، والحمد لله وصلوا الينا وعرفوا يوصلوا لنا، وتم التنسيق وتم نقلنا لمكان امن، ومن ثم تم نقلنا الى مطار دنقله، ثم وصلنا الى ارض الوطن الحمد لله. وصلنا دنقله، اتصلنا بقنصل السفاره، الحقيقه اتصل بوزاره الخارجيه، قال تروحوا مطار دنقله الحربي هتلاقوا فيه طياره موجوده وتجوا فيها، وفعلا نفذ بالتمام، الطياره جت الساعه 3 واستنينا باص ثاني جينا مع بعض، والحمد لله. وانا احيي طبعا الجيش المصري خير جنود الارض، ربنا يبارك فيهم يا رب، بقياده الزعيم القائد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. صراحه الناس ما كانوش منقصرين معانا في اي حاجه، لقينا التسهيلات، مش عارف يعني الواحد يعبر باي كلمه، اللي احنا بنقول تحيا مصر، ونتمنى ان احنا دايما نكون في تقدم وازدهار تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله على السلامه الاول. الله يكرمك يا رب. اخبارك ايه؟ صحتك عامله ايه؟ كله تمام؟ لا وانت بخير الحمد لله، كل سنه وانت طيب. السلام يا رب. انت ساكن فين بالظبط هناك في السودان؟ انا كنت ساكن في بور السودان حي المطار بجوار القنصليه. الوضع هناك هادي؟ ايوه الحمد لله. كان مستقر، مفيش اي نوع من انواع الاشتباكات؟ والله بعد الاشتباكات اللي هو اول يوم وثاني يوم يعني الاوضاع، الجيش سيطر هناك والاوضاع كانت مستقره لحد ما. انتوا كام واحد موجودين بتدرسوا مع بعض؟ والله احنا كنا حاليا متواجدين 12 شخص، بجانب ان بقيه الطلبه موجوده حاليا في مصر بسبب اجازه العيد ورمضان وكده. يعني في طلبه بالفعل كانوا موجودين في مصر من قبل الاشتباكات؟ يعني الغالبيه العظمى كانت في مصر. وانتوا 12 شخص كنتوا تواصلوا مع بعض بشكل مستمر؟ دايما. كنتوا بتنزلوا؟ طيب بتقدروا تنزلوا؟ كنا بننزل بجيب طلباتنا، بنرجع دايما على طول يعني، ما فيش جواد بر. طيب مين اللي بلغكم ان انتوا هترجعوا مصر؟ اللي بلغنا سامح بيه، كان عامل له القنصل العام. بلغنا، كان عاملنا جروب للتواصل والشكاوى والحاجات ديت لما حصل في اجلاء. لما حصل الاجلاء وجا القرار الوزاري تواصل معانا، و بعد ما اتصل معانا اعطانا التعليمات و خد الاسامي والارقام، صباحنا تاني يوم اتواصل معانا ووجهنا المطار. سجلنا امبارح اسمنا في القنصليه، اتصلوا بينا بالليل في نفس اليوم، الحمد لله قالوا لنا 11 الصبح حضور المطار، والحمد لله الحمد لله جينا بالسلام. التفاصيل بقى، التنقلات، ايه اللي حصل بالظبط الحقيقه؟ احنا اصلا في بور السودان مش في الخرطوم. وبور السودان امنه الحمد لله، يعني الوضع فيها كويس مش زي الخرطوم. السفارة اتصلنا عليهم قالوا تعالوا سجلوا أساميكم، سجلنا أسامينا، مفيش 8 ساعات طوالي حضرتك يعني جت الطيارة، يعني الساعة 8 قالوا الساعة 11 صباحا تكونوا في مطار بور السودان. لا طبعا الأوضاع صعبة جدا، مفيش كهرباء، مفيش مية، مفيش أكل، مفيش شرب، كل المحلات مقفولة، السوبر ماركتس مقفولة، الدنيا كانت صعبة جدا، عيشة صعبة قوي.
الضرب في كل حتة، وكانت الظروف صعبة جدا في المعيشة يعني. طيب بعد كده أكيد القنصلية المصرية أكيد أنت تواصلت معاهم؟ احنا تواصلنا اوريدي مع القنصلية المصرية في الخرطوم والسفارة وسيادة السفير والقنصل، بصراحة كانوا على أتم استعداد على تقديم أي مساعدات يعني، والحمد لله أول ما جت فرصة للإجلاء الحمد لله توفقنا إن احنا جينا يعني. ويواصل معبر أرقين استقباله للعائدين في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة من أجل تسريع دخول المتواجدين في المعبر. هذا وقدمت الدولة المصرية كافة الخدمات الطبية والإنسانية لكل المتواجدين في ظل توافد عدد كبير من الجنسيات المختلفة على المعبر، حيث تم مضاعفة الأطقم الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للقادمين من السودان. أعلنت وزارة الخارجية أنه تم اليوم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين، بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية، ليصل بهذا عدد من تم إجلاءهم حتى الآن إلى 1539 مواطنا. ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان. وأضافت الخارجية بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين. أعلنت القوات المسلحة السودانية رصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة. هذا وقد أضافت القوات المسلحة السودانية أنه تم رصد تحركات عسكرية لقوات الدعم السريع داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين، كما رصدت حركة كثيفة نحو مصفات الجيلي بغرض استغلال الهدنة في السيطرة على المصفاة لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد. أكدت وزارة الخارجية السودانية أن القوات المسلحة السودانية استجابت لطلب الوساطة السعودية الأمريكية لإقرار هدنة جديدة لمدة 72 ساعة. وشددت الخارجية السودانية على أن التزام القوات السودانية بالهدنة تأكيدا على حرصها التام على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. وأشارت الخارجية في بيان إلى الخروقات والانتهاكات المتكررة لقوات الدعم السريع خلال الهدنة السابقة، وأدانتها بشدة وبعبارات شديدة على سلوك قوات الدعم السريع واستمرار نهجها في استهداف السفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية. دعت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تسعى لمساعدة الطرفين على التوصل في السودان الشقيق إلى مسار يؤدي إلى وقف القتال في البلاد، كما أفادت واشنطن بأنها تنسق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على المفاوضات في السودان. أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يان سيلارك أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق في السودان بسبب القتال العنيف. وقال المتحدث إن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحا أنهم سيقودون العملية الإنسانية في بور سودان. هذا وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024 ليصبح بذلك بعمر 80 أكبر مرشح
يخوض حملة جديدة إلى البيت الأبيض. أوضح بايدن أن قرار ترشحه للانتخابات يرجع إلى رغبته في الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الأمريكيين إلى إعادة انتخابه. كما وصف بايدن السباق الرئاسي العام القادم بأنه معركة ضد التطرف الجمهوري، مضيفا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهداته وتعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة. من جانبه اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن منفصل عن الواقع، محذرا من أنه في حال فوزه فإن التضخم سيواصل ارتفاعه. ووصف الرئيس السابق دونالد ترامب إدارة بايدن بالفشل، لافتا إلى أن العائلات الأمريكية تتعرض لما وصفه بالهلاك بسبب أسوأ تضخم منذ نصف قرن. كما أكد ترامب أنه في عهد بايدن حصل العمال على تخفيضات في الأجور كل شهر لمدة عامين متتاليين. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. مجموعة من أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا ميرنا إيهاب. شكرا لكم مصطفى وأميرة، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهد مطار القاهرة الدولي الاثنين أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، وبلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة، كما وصل عدد الركاب إلى 82 ألف راكب على مدار اليوم في أوقات الذروة التي شهدها المطار خلال الأيام الماضية، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة في التشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية. أعلنت محافظة أسيوط استمرار أعمال حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2023 واستمرار أعمال توريد ل 28 صومعة بمراكز وقرى المحافظة. وأكدت المحافظة أن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بلغ 167 ألف فدان، فيما بلغ ما تم توريده حتى اليوم 70 طنا. هذا وتقدم المحافظة كافة سبل الدعم والتسهيلات للمزارعين مع صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 24 ساعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحفيز المزارعين والموردين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% لتصل إلى 81.5 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.92% ليسجل 77.25 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى 2.46 دولار للتر. وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.11% لتسجل 2.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن بنك يو بي أس السويسري أنه يأمل استكمال إجراءات الاستحواذ على منافسه كريدي سويس في نهاية يونيو. وأشار أكبر البنوك في سويسرا إلى أنه حقق أرباحا صافية قدرها مليار دولار، أي أقل بكثير من التوقعات ب 1.7 مليار، لكنه أعلن عن تدفق رؤوس أموال كبيرة خلال نفس الفترة، مما يدل على ثقة العملاء. وكان بنك يو بي أس وافق في 19 من شهر مارس على شراء منافس كريدي سويس تحت ضغط السلطات في صفقة بلغت 3 مليارات فرنك سويسري وبضمانات مالية من الحكومة الاتحادية والبنك المركزي.
ارتفع إنتاج الصين من الذهب بنسبة تقدر ب 6.9% إلى 48.9 طن في الربع الأول من عام 2023 ليعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا. وقال أحد شركات الذهب الصينية إن استهلاك الذهب في أكبر بلد مستهلك المعدن النفيس في العالم زاد بنسبة تقدر ب 12% على أساس سنوي بين يناير ومارس. ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة وحصول بنك كريدي سويس في أوروبا على حزمة إنقاذ. انتهت الجولة الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى أميرة ومصطفى. شكرا لك ميرنا. قالت وكالة الفيزياء الجيولوجية الاندونيسية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر وقع غربي جزيرة سومطرة، وهو ما أدى لإصدار تحذير من أمواج مد عاتية استمر قرابة الساعتين وألغي بعد ذلك. وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ. ووقع أكثر الزلازل حصدا للأرواح في إندونيسيا في 26 من عام 2004 قبالة شواطئ سومطرة، وتسبب بموجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها إلى 30 مترا. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا إلى أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. إليك مرة أخرى ميرنا. شكرا لكما أميرة ومصطفى. والآن جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. انتهت مباراة المصري البورسعيدية ونظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة باستاد برج العرب في مسابقة الدوري الممتاز، ومنح هذا التعادل كل فريق نقطة واحدة ليرتفع الرصيد المصري إلى 36 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر. وانتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر ضد الداخلية بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما الآن في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، كما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة. غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مطار القاهرة متجهة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدورة ربع النهائية من منافسات دوري أبطال أفريقيا. وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث أنهى استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة. اكتسح فريق جيرونا الإسباني نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري. وبهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تواجد جيرونا في المركز التاسع برصيد 41 نقطة. تستضيف مصر بطولة أفريقيا لكرة السلة أكبر حدث عالمي لألعاب الصالات للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة NBA. وتقام البطولة خلال الفترة من 26 من شهر إبريل الجاري حتى 5 من شهر مايو المقبل على مجمع الصالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 من أكتوبر بمشاركة 12 فريقا أفريقيا مقسمة على مجموعتين، ويمثل مصر فيها النادي الأهلي.
للعام الثاني على التوالي. يستعد مجمع صلاة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لاستضافة بطولة إفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر في الفترة من 26 من أبريل حتى 5 من مايو المقبل. وانتهت الاستعدادات بعقد هذا المؤتمر الصحفي الذي تم التأكيد فيه على ثقة الاتحادات الدولية في تنظيم مصر للبطولات والمحافل الرياضية العالمية. طبعا احنا عارفين ان السنة اللي فاتت وقت البطولة ما كانش الافضل لانه كان بيتلعب في شهر رمضان، وكنا عارفين كده وكنا بنحاول ان احنا السنة دي ما نلعبوش في شهر رمضان ونعمل المباريات في اوقات احسن للجماهير، بالذات الجماهير الاصغر سنا عشان نكبر بالقاعدة الجماهيرية للعبة. وكنا بننسق مع اكاديميات كرة السلة في مصر والجهات الامنية في مصر ان احنا نعرف ندخل اكبر عدد ممكن من الجماهير للمباريات دي، وانا واثق ان البطولة دي هيبقى فيها مباريات كرة سلة كويسة جدا وهتبقى بطولة شيقة وناجحة ان شاء الله. نفس لجنة البال بتقعد بعد البطولة بتقيم اداء البطولة في المجمل وبتدرس مدى احتياج البطولة للتغيير سواء في شكل البطولة او في زيادة عدد الفرق او في احتمالية ان هم يلعبوا البطولة في اماكن اكتر، وده في الاخر بيرجع للجنة بعد البطولة لتحديد المسار الافضل لكرة السلة في افريقيا. بطولة اندية افريقيا المرحلة او النيل كونفرنس انه يتلعب هنا في مصر حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. بعد افتتاح مكتب MBE Egypt مكتب القاهرة احنا موجودين على الخريطة، ده بيدل على اهتمام MBE واهتمام الباسكت بول افريكا ليج كرة السلة الافريقية اهتمامها بمصر. يشارك في البطولة 12 فريقا مقسمين لمجموعتين، ويمثل مصر في البطولة النادي الأهلي الذي خاض مرانه الأخير اليوم بقيادة مديره الفني أوغست بوش، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي جاهزية اللاعبين لخوض البطولة وتحقيق النتائج التي تليق بالنادي الأهلي. احنا حاولنا نختار اللعيبة اللي في مراكز ممكن نكون محتاجين شوية دعم فيها، وكنت بحاول شخصيا ان اللعيبة اللي انا جيبها يبقوا عارفين يلعبوا مركزين، مركز في الهجوم مركز في الدفاع على الأقل، وعرفنا نحقق كده. وفي الآخر القائمة اللي أنا جيت بيها البطولة قائمة هي عجباني وهي كانت القائمة اللي أنا كنت عايز أوصل لها. كوتش أوغستي بخبراته في بطولة البال قبل كده هتفيدنا جدا، ومعانا كمان لعيبة كتيرة لعبت في أفريقيا وعندنا خبرات كتيرة يعني، فإن شاء الله يعني نقدر نفرح جمهورنا ونقدر نكسب بطولة يعني نفرح. تنطلق المباراة الافتتاحية بين فريقي الأهلي المصري وفيروفييرو دابيرا الموزمبيقي في 6 مساء 26 من أبريل، وسط تجهيزات خاصة تؤكد جاهزية البنية الرياضية المصرية التي تحظى بدعم ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة الرياضة في مصر. محمود جميل، التلفزيون المصري. انتهت جولتنا الرياضية، والعودة إليكم مرة أخرى مصطفى وأميرة. شكرا ميرنا على هذا العرض. تقترب شركة اي سبيس اليابانية الخاصة من الهبوط على سطح القمر، وذلك بعدما وضعت مركبتها الفضائية في مدار حول القمر قبل شهر. المركبة والبالغ طولها 7 أقدام تحمل مسبارا قمريا صغيرا صنعته دولة الإمارات وروبوتا صغيرا على شكل طفل صمم في اليابان للدوران في غبار القمر، ونجحت 3 دول فقط في الهبوط على سطح القمر، هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى المحطة الثالثة ودرجات الحرارة والأرصاد الجوية. إليك مرة أخيرة ميرنا. شكرا لكم أميرة ومصطفى، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس مائل البرودة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، الأسكندرية 26-16، مطروح 25-16، بورسعيد 27-17، والإسماعيلية 33-17. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 18، العريش 28-17، طابة 29-20، وشرم الشيخ 33-23، الغردقة 33-22. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 22، أسوان 36-23، الوادي الجديد 37-22، شلاتين 33-23، وأخيرا حلايب العظمى 29 درجة والصغرى 22. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. ما تنزل، نزل البرميل شوي عارفة، وتاني دنجره بالراحة. هاي ترجع لورا، دنجره هاي أرجع لورا. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطنية. وسط هدنة إنسانية دول العالم تواصل عمليات إجلاء رعاياها من السودان. بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والحزب الجمهوري يتهمه بالانفصال عن الواقع.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع جمانة ماهر. أميرة بشكرك طبعا، شكرا جزيلا. ومصطفى يعني سعيدة جدا أن أنا بصحبتكم النهاردة طبعا، وبصحبة أيضا مشاهدين برنامج التاسعة. يمكن الحقيقة فقرات كتير معنا النهاردة، منها تفاصيل الأخبار اللي أنتوا ذكرتوها منذ قليل، منها طبعا هنتابع تفاصيل عودة المصريين المقيمين في السودان، في 446 مصري عبر الإجلاء البري، وأيضا 189 مصري عبر الإجلاء الجوي، بجانب مواطن سوداني آخر حالته حرجة. وهنتابع كمان تداعيات ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية رئاسية أخرى. تابع كل التفاصيل دي. بشكركم جزيلا. احنا هننضم للمشاهدين. إليك يا جمال. شكرا. مشاهدينا نبدأ مع حضراتكم فقرات برنامج التاسعة.